حكايات أبطال أسرار مش ببلاش هنعرف ونشوف في شعوب عايشين في العالم تايهين في شعب وحيد متأسس ومتين هنقرا المكتوب هنكبر وانت وانتي مكاننا هنا وهنكبر هنا وهنتعلم هنا هنا هنعرف احنا مين والملك شايفنا ازاي وعايزنا نكون ايه مهما كانت حالتك مهما كانت حالتك في مملكتنا اللي مش عادية احنا في امان لان الملك مش من العالم ده والمملكة برضو مش من العالم ده والملك بنفسه قال ان لينا ملكوت السماوات والنهاردة عندنا تحدي جديد في يوم جديد ويلا نبتدي رحلتنا جوه مملكة مش عادية برفع ايدي للسماوات انت صالح انت عظيم انت رائع انت قادر انت صالح انت عظيم انت رائع انت قادر وانا عيني ثابت عليك لانك انت صالح انت عظيم انت رائع انت قادر انت صالح انت عظيم انت رائع انت قادر وانا برفع ايدي للسماوات انت صالح مملكة مش عادية احنا عندنا مشاكل لان احنا عايشين في وسط العالم والعالم مليان بالمشاكل بس الجميل ان يسوع بنفسه في وسطينا وهو
غلب العالم بكل المشاكل اللي فيه. بس يا ترى مشاكل زي ايه؟ زي ايه؟ زي ايه؟ اوكي هنعرف في بلاتو مملكة مش عادية مع هادي وشادي. والآن مع بلاتو مملكة مش عادية مع هادي وشادي. مساء الخير على أحلى مستمعين مملكة مش عادية. وزي ما عودناكم معاكم في ليلة جديدة من ليالي بلاتو. أنا هادي. وأنا شادي. النهاردة معانا شخصية علمية مرموقة جدا في دراسة علم الفيروسات. نحاول معانا النهاردة بالدكتور أينشتاين رئيس مركز الأبحاث الفيروسية في جامعة هارفرد. أهلا بيك يا دكتور. في البداية عايزين نشكرك جدا إنك قدرت تيجي وتبقى معانا. في الحقيقة أنا فعلا وقتي ضيق جدا، لكن أنا مقدر أهمية الموقف. دكتور أينشتاين، احنا طلبنا من حضرتك انك تكون معانا النهارده عشان تطمننا وتطمن مشاهدينا عن الاخبار المنتشره دلوقتي تقريبا في جميع انحاء العالم. احنا وصل لنا اخبار ان في فيروس منتشر جدا اسمه شيباي. ممكن تحكي لنا ايه الموضوع الفيروس ده عشان نطمن مشاهدينا؟ في البدايه احب اعرف المستمعين على الفيروس الجديد ده. ده فيروس اسمه شيباي، ودي كلمه صينيه معناها الفشل. طب مش فاهمين اكتر، ممكن حضرتك توضح لنا يعني الفيروس ده بيعمل ايه؟ في الحقيقه الفيروس ده صعوبته ان هو بيتغذى على الافكار، واول ما بيوصل للافكار وبيمسك فيها ما بيسيبهاش، وهنا المريض بيفشل. مش بس بيفشل، ده كمان بيفقد القدره على انه يحاول مره واثنين وثلاثه، وبطبيعه الحال بيفشل في كل المحاولات الباقيه. يا ساتر يا رب. انا كمان عايز اصحح معلومه غلط عند المشاهدين. طبعا اتفضل اتفضل. إنه الفيروس ده مش فيروس جديد ولا حاجة، لا ده فيروس قديم جدا، بس هو مؤخرا ابتدى يتطور ويتحور عشان مش بس يصيب الكبار، لكن للأسف كمان بقى بيصيب الأطفال. طب يا دكتور، هل لقيتوا أي علاج أو مصل أو لقاح للفيروس ده؟ الحقيقة كان نفسي أقول لكم على أخبار سارة، لكن للأسف لحد دلوقتي كل الحاجات اللي موجودة هي ليس إلا إن هي مسكنات، لكن ما لقيناش أي ترياق. بنشكر دكتور أينشتاين اللي كان منورنا النهارده. يمكن الدكتور ما عندوش الحل، لكن احنا عارفين الحل فين. خليكم معانا. كل مشكلة وليها حل. ايوه صدقوني ليها حل. حتى لو حسيت ان الحلول بسيطة وما صدقتش ان دي ممكن تجيب نتيجة، لكن انا بأكد لك انها تجيب نتيجة لو اصريت واجتهدت. النهاردة شفنا مشكلة جديدة وعايزين نعرف ايه الحل بتاعها، يلا بينا. لان الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة ومحبة ونس. تمساوس الثانية 1:7. ربنا مدناش حاجة اسمها فشل، لكن ادينا روح القوة والمحبة وضبط النفس. ربنا مدنيش روح الفشل، لكن اداني روح القوة والمحبة وضبط النفس، عشان كده انا هط. مملكة مش عادية. مشكلة عويصة مش راضية تتحل وعاملة ليا هيصة، لكن إيماني بقوة يسوع هقدر ألاقي لها حل. حتى لو كانت جبل، حتى
بالغنى والمزيكا والسفر وموهوم بحاجة اسمها اللغات، بيحب يتعلم لغات جديدة ويشوف أماكن جديدة. أما دي بقى فاسمها صلصة، بتحب الرقص والمزيكا، وهي ومينا أصحاب جدا ودايما بيحبوا يعملوا مقالب في بعض. وهتشوفوهم في الفقرة الجاية حياتنا النهاردة مع مينا وصلصة. مقرن فرن مد 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 مدبر جلجع جل 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 عالمود. هقول تاني، هجرب تاني، هجرب تاني. مكر مجلد. انا مش هقرا تاني، انا مش هحاول اقرا تاني، انا مش عارفه اعمل. انا زهقت بقى. في ايه يا صلصه؟ انا داخله على صوتك من بره يا بنتي، حد مضايقك؟ انا مش عارفه احفظ حاجه خالص خالص، وهمتحن في شهر ده الاسبوع الجاي. ليه بس كده؟ طب قولي لي انت بتحفظي شعر لمين؟ للاستاذ عبد الهادي. لا لا انا مش قصدي مين اللي هيمتحنك في الشعر، انا قصدي مين اللي كاتب ابيات الشعر دي. واحد كده اسمه صعب، اسمه ها؟ اسمه اسمه قولي وانا ساعدك. تقريبا اسمه باين امسك النمس او الحق النمس. ايه ده شعر جديد ده ولا ايه؟ امسك النمس. بص هو اسمه عباره عن اسمين في بعض. اوعى يكون قصدك امرؤ القيس. هو ده، الله ينور عليك. بقى هو امرؤ القيس بقى الحق النمس، لك الله يا مصر. المهم خلاص انا مش هحفظ تاني ولا هتعب نفسي تاني، انا بحاول ومش عارفه خالص، انا فاشله في الشعر. استني بس استني، انت مش فاشله ولا حاجه، انت بس محتاجه تحاولي تاني. حاولت تاني. يبقى تحاولي تالت. حاولت تالت. يبقى تحاولي رابع. حاولت رابع؟ لا، وهو ايه اللي هيفرق يعني لما احاول بعد التاني والتالت اعمل الرابع؟ بص يعني في حاجات بتيجي من اول محاوله وفي حاجات لا، في حاجات بتيجي من تاني محاوله وفي حاجات لا، في حاجات ممكن تيجي من رابع محاوله وفي حاجات لا، في بقى حاجات مش هينفع تيجي غير من المحاوله العشرة. العاشر ليه يعني؟ اسال الناس اللي بيتعلموا مزيكا او لسه بيتعلموا يعرفوا الكلام ده كويس. في حاجات مش هينفع نتعلمها غير لما نعيدها 10 مرات لمده 10 ايام. مش بس 10 مرات. فاكره لما انا كنت بتعلم مزيكا زمان قوي؟ فاكره برضو لما انا كنت بحاول اظبط تكنيكس كده معينه كده في البيانو ومن اللي انا بعملها دي وانا بعزف ومش عارف، وانت ساعتها قعدتي تشجعيني وتقولي لي اتدرب وحاول كذا مره وهتعرف وهتجيبها وكده اهو. ايوه برضو فاكره. وفي الاخر ايه اللي حصل؟ بقيت شاطر جدا، بس انا اصلا حاولت كذا مره وما عرفتش، كل مره احفظ وانسى واحاول تاني من الاول وبرضو انسى. طب مش يمكن تكوني محتاجه مساعده؟ مساعده ازاي يعني؟ يعني انا مثلا كنت محتاج مساعده من المدرب بتاعي في المزيكا او من فيديوز مثلا على اليوتيوب اشوفها واعمل زيها، فيديوز يعني بيعلموا مزيكا وكده، او من صحاب ليا بيعزفوا موسيقى. مش يمكن تكوني محتاجه حد يساعدك في الحفظ ويسمع عليكي وكده؟ انا ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده، كنت عايزه اعملها لوحدي. على فكره مش معنى ان في حد بيساعدك انك مش شاطره، في دايما حاجات مش هنعرف نعملها لوحدنا. ايوه انا فاهماك، بس في حاجات بتبقى صعبه قوي بحس ان عمري ما هقدر اعملها ابدا، فايه اللي هيخليني احاول مره واثنين وثلاثه وكده يعني؟ بص بقى في الحاله دي لو حاجه انت المفروض تعمليها وحساها زي الجبل قصادك ومش عارفه تعملي فيها ايه، وناس كتير بيحصل معاها الكلام ده انا عارف كده كويس، يبقى تسمعي كلام معلم عظيم قاله في مره للتلميذ بتاعه، يا ما جربت كلامه ونفع معايا. فعلا؟ مين بقى المعلم ده ومين التلميذه؟ بص يا ستي، التلميذ هو تيموثاوس، سمعنا عنه؟ اللي ما كانش يعرف حاجه عن يسوع خالص، وبعدين بقى تلميذ، وبعد كده بقى قائد صغير في الكنيسه، وبعد كده بقى شماس، بعدين بقى قائد كبير، بعد كده بقى اسقف في الكنيسه. اما المعلم ده بقى وهو بولس الرسول، هتلاقيه دايما بعت له رسائل، رسائل مره واثنين وثلاثه، ويقعد يقول له ما تخافش ما تفشلش حاول تاني، ولو حد حاول يفشلك اوعى تسمع كلامه، ولو حد حاول يقول لك انت مش نافع اوعى تسمع كلامه. في مره قال له جمله رهيبه رهيبه. قال له ايه؟ قال له ايه؟ قول لي. هقول لك لان الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. يعني ربنا ما ادالناش حاجة اسمها فشل أصلا خالص، الاختيار ده أصلا مش موجود من ضمن الاختيارات أساسا. أمال ادالنا إيه؟ قولي معايا، عدي معايا. روح القوة والمحبة والنصح. طب روح المحبة والقوة فاهمينهم، محبة وقوة فاهمين، أمال إيه بقى النصح ده؟ ده اللي هو ضبط النفس. ماشي، طب وضبط النفس ده أنا هعمل بيه إيه؟ مش في ناس بتحاول تبطل حاجات معينة مش عارفه تبطلها؟ يعني هقول لك على حاجه، مثلا في ناس اتعودت على حاجات مش حلوه ومحتاجه لازم 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 يبطلوها. زي ايه؟
اقول لك، انت فاكره ابو مشراح زمان كان بتقول لنا انتوا عمركم ما هتبطلوا تبقوا وحشين، انتوا زمان وتقعد تقول لنا كلام كده؟ زي ايه اضبط نفسي؟ زي ايه الحاجات اللي اعمل فيها كده؟ طب هقول لك، زي عاده الاكل الكتير دي، عادة مش حلوة على فكرة، وفي ناس كتير بيحاولوا يبطلوها مش عارفين، دول نقول لهم ايه؟ لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح، اللي هو ايه النصح ده؟ ضبط النفس. برافو عليك. دول بقى هم اللي محتاجين روح النصح، اللي هو ايه؟ ضبط النفس. ايه ده؟ هو ضبط النفس ده ربنا هو اللي بيدهولنا؟ ده انا كنت فاكره ان احنا اللي بنقعد نحاول نمسك نفسنا جامد كده 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 عشان نعرف نبطل حاجات معينه. ما انا كنت فاكر زي كده. طلع ضبط النفس ده ربنا هو اللي بيدهولنا، لان لو دورنا عندنا جوانا مش هنلاقي اي ضبط نفس. صح. هنحاول يوم او يومين او شهر بالكتير وهنفشل وهنرجع تاني. ناكل كتير او ندخن كتير، او لو احنا بنحاول نبطل التدخين مثلا او نحاول نبطل اي عاده هنرجع هنبطل شويه ونرجع نعملها تاني. على فكره يا مينا الكلام ده مشجع قوي. واو فعلا. يعني لو انت بتحاولي في حاجه والحاجه دي صعبه، زي مثلا انك بتتعلمي مثلا حاجه جديده، او انك تشتغلي على موهبتك مثلا زي ما انا كنت بعمل في المزيكا، او انك مثلا هتبتدي تلعب رياضه، ما دي حاجه جميله. أيوة. او محتاجه مثلا تبطلي حاجه وحشه ومش مفيده بتحصل جوه حياتك، يبقى انت محتاجه الثلاثه دول، مش هتعرفي تبتدي من غيرهم ومش هتعرفي تكملي من غيرهم. ايه هما؟ روح القوه والمحبه والنصح. خلاص انا النهارده مش هكمل حياتي غير بروح القوه والمحبه والنصح. ايوه بقى هو ده الكلام، وانا كمان هعمل كده. في حد تاني هيعمل كده؟ يمين انا متهيألي ان في ناس كتير جدا من اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي هيعملوا كده. طب يبقى كل الناس اللي بتحاول تعمل حاجات معينه صعب عليها او هنحاول نبطل حاجات معينه تقول معنى الكلام اللي جاي ده. يلا. ماشي. انا ربنا ما ادانيش فشل، صح يا صلصه؟ صح جدا. لكن اداني روح القوه والمحبه وضبط النفس. عشان كده انا هقدر. كمان مره، ربنا ما ادانيش فشل لكن اداني روح القوه والمحبه وضبط النفس. عشان كده انا هقدر، مش هفشل. بص، اي حاجه انت عايز تبتديها في حياتك حاجه جميله، واي ايا كان الحاجه اللي انت عايز تبطلها في حياتك، ربنا ما ادكش فشل فيها. ده ما الاختيار ده مش موجود من ضمن الاختيارات اصلا، مش موجود في الليستة. ايوه. الكتاب المقدس كلامه هو اللي صح، اي كلام تاني كلام قبل نشرحه غلط. صح يا سلطه؟ صح. يبقى ربنا ما ادانيش فشل، اداني روح القوه والمحبه وضبط النفس. يلا تيجي بقى نرجع نحفظ بيت الشعر بتاع الشاعر. امسك النمس باين ولا كان يلحق النمس؟ لا، امرؤ القيس. يا ولد دلوقتي بقى امرؤ القيس. ما انا حفظت. هتساعدني؟ طبعا. يلا بينا. يلا يلا افتح الكتاب ونقول مع بعض. بص يلا. بص هو ببساطه بيقول ايه؟ مكرر مفرر. مكرر مفرر. برافو. I'm sure.
أشوف يسوع حبك ليا أعصر قلبي حبك يسوع ده مش معقول لا 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 مملكة مش عليا لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر تيموثاوس 2:1-7 ربنا مديناش حاجة اسمها فشل لكن ادينا روح القوة والمحبة وضبط النفس ربنا مدينيش روح الفشل لكن اداني روح القوة والمحبة وضبط النفس عشان كده أنا هبط ايه ده انت افتكرت الحلقة خلصت ولا ايه؟ لأ جه معاد الفقرة بتاعتكم اللي فيها انتم بتعملوا دوركم دلوقتي معانا تحدي جديد من تحديات مملكة مش عادية المرة دي بقى هنعمل ايه؟ المرة دي هنفكر في حاجة صعبة عليك شوية حاجة محيراك وتعباك ومش عارف تعملها ممكن تبقى مشكلة عويصة او ممكن تبقى خطية مش قادر تبطلها او ممكن تبقى لعبة او رياضة او هواية انت عارف انك شاطر فيها وموهوب فيها لكن لسه بتتعلمها فكر فيها وارسم نفسك وانت بتعملها واكتب جنبها ربنا ما ادانيش روح الفشل ربنا اداني روح القوة والمحبة وضبط النفس عشان كده انا هقدر وبعتولنا الرسومات بتاعتكم على رقم الواتساب او على الصفحه بتاعتنا هنستنى نشوف ابداعاتكم ورسوماتكم واستنونا في حلقه جديده في مملكه مش عاديه واللي في ستره بيسكن وبيتكل عليه واللي في ظله